بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم هنخش في شابتر جديد اللي هو الستراكشر ايتم. الستراكشر ايتم هنتكلم فيه على الكولم، هنتكلم فيه على البيم، هنتكلم فيه عن الفوتينج. اول حاجة احنا هنتكلم فيها اللي هو ازاي بنعمل اد للكولم، ازاي بنحط عواميد في البلان عندي. فانا عندي هنا في الجراوند فلور كده هو بهذا الشكل، حاجه انا عشان اجيب الكولم بتاعي حاجة هنا عند الاركيتكشر. الاركيتكشر هلاقي فيه ايه؟ في الريبون بتاعي هنا فيه ايه؟ في الكولم. هدوس على الكولم من السهم ده، عندي يا اما ستراكشر كولم يا اما كولم اركيتكشر. انا هدوس على الستراكشر كولم، هيظهر لي طبعا بطبيعة الحال زي ما اتعلمنا الديفولت بتاعي بتاع الفاميلي بتاعي. انا عايز انزل فاميلي تاني، او مش عايز انزل العمود ده، عايز انزل فاميلي تاني من اللايبري. فبخش على اللود فاميلي، من على اللود فاميلي بخش على اللايبري زي اليوز يو اس متريك زي ما اتعلمنا. هنزل بقى اخش فين؟ بخشش على الكولم، بخشش ايه على الكولم. انا قلت ستراكشر كولم، يبقى اجي عند ايه؟ عند كلمه ستراكشر. فين الستراكشر عندي؟ اهو بهذا الشكل. هاجي عند الستراكشر كده وافتح، هلاقي فيه هنا ايه؟ كولم. هدوس على الكولم كده هلاقي الكولم يا اما هتنزل كونجريت ولا بريكاست كونجريت ولا ستيل ولا وود. لا انا هقول له كونجريت. لما اقول له كونجريت هيديني كل الايه؟ الكولم بتاع الكونجريت بتاعي. باخد انا الكونجريت اللي انا عايزه وليكن ده، تمام؟ او ناخد ده وبعدين اقول له ايه؟ اوبن. هيروح نازل لي فين؟ اهو نازل لي فين؟ نازل لي هنا. لغايه كده كويس، حلو قوي. طيب تمام قوي. بعد كده هعمل ايه؟ هحط الكولم؟ لا، انت عملت انسرت الكولم، عملت لود للفاميلي للكولم، يبقى بعد كده ما تتصرفش ولا تعمل اي حاجه الا لما عينيك تكون على حاجتين. عينيك تكون ايه؟ على حاجتين، على الاوبشن بار وعلى البروبرتيز بتاعتك. لغايه كده كويس، حلو قوي. انا اول حاجه في عندي روتيت افتر بليسمنت، ودي هنتكلم عليها وهنقولها بس هناجلها شويه ونيجي هنا. هلاقي في سهم هنا والاقي في هايت، لما ادوس هلاقي الدبس. الدبس والهايت اللي هم البيز والتوب. الدبس والهايت اللي هم ايه؟ البيز والتوب. يعني انا اقول دبس، الدبس منين؟ من البيفمنت مثلا، تمام. حاجه هنا اهو وراح اقول له ايه؟ خلي قالي ايه هيوصل لغايه فين؟ لغايه الهايت. هتحط العمود لغايه ليفل كام؟ هفترض ان هقول له لغايه توب روف. لغايه كده كويس؟ حلو قوي. طيب وبعدين اجي كده واروح حاطط العمود بهذا الشكل. لغايه كده كويس؟ واقول له ايه؟ اسكيب بارتي. يبقى انا كده حطيت العمود ولا لا؟ حطيت العمود، تمام؟ حلو قوي. طيب انا لو عملت سيلكت للعمود ده هلاقي فوق هنا ايه؟ كولم لوكيشن في الكونسترينت. طبعا زي ما احنا عارفين في البروبرتيز قلنا بينقسم الى كونسترينت في البارامترز والماتيريال والستراكشر والدايمنشن والداتا بتاعتي والفيزنج. الفيزنج ده يمكن احنا كنت اتكلمت عليه قبل كده، اللي هو اي فاميلي انت بترسمه او بتنزله او بتعمله في الفيزنج، يا اما حاجتين، يا اما الفاميلي ده او الحاجه دي اللي انت بتشتغل عليها، يا اما نيو يعني منشا جديد، عمود جديد، ستيرز جديد، وول جديد لسه هتعمله، يا اما بيكون وول او ستيرز بتعمل عمليه ترميم ليه. يبقى يا كده يا كده. يعني انا لو جيت في الفيز كرييتد كده ودوست عليه كده، قال لك يا اما نيو كونستراكشن يعني لسه هتبنيه، لسه مبنى جديد، لسه ستيرز جديد، ريل جديد، فلور جديد، وول جديد،
يا إما existed. existing يعني إيه؟ يعني وول كان موجود قبل كده وبتعمل له ترميم، عمود موجود قبل كده وبتعمل له تبريد، وهكذا. ده اللي هو الفيزيك، ماشي؟ عشان تبقى عندك علم بيه. والداتا انت عرفتها، الدايمنشن ده الفوليوم بتاع الكولم، والاستراكشر ده استراكشر الحديد التسليح بتاعه، والماتيريال اند فينيش اللي هو الماتيريال بتاع العمود. لغايه كده كويس؟ طب هنلاقي في الكونسرت هنا ايه؟ في حاجه عندي اسمها كولم لوكيشن. الكولم لوكيشن يعني وضع العمود، العمود ده الموقع بتاعه فين؟ تمام؟ طيب هاخد واحد تاني هقول له اركيتكشر واقول له كولم وعملت له ستراكشر كده، ورحت جاي هنا ورحت حاطه هنا اهو، حطيته فين؟ هنا اهو، تمام؟ وقلت له سكيب بارتي. كان كده كويس؟ تعالى بقى العمود ده، تمام؟ واضع في الاكسس بتاع ايه؟ ام 2، صح ولا لا؟ تمام. يبقى انا لما اجي عند البروبرتيز هنا واعمل سيلكت العمود كده، هبص الاقي مكتوب كولم لوكيشن ايه؟ ام 2. يبقى هو بيقرا اوتوماتيك اللوكيشن، وضع العمود موجود فين. اخدت ده كوبي، هقول له كوبي، وهاخده من هنا واروح حاطه فين؟ هحطه هنا اهو. هبص الاقي اللوكيشن ايه؟ ام 1، وهكذا. لغايه كده كويس؟ يبقى احنا عرفنا الوضع بتاع العمود، اللوكيشن بتاع العمود على حسب الاكسس بتاعه. لو هو مش موجود في اكسس محطوط كده اهوت عشوائي، بتقري عشوائي. البيز ليفل طبعا هو في الجراوند فلور، انت عايز تخليه في البيفنت، اوكي تمام. انا خليته في البيفنت، او اعمل بهذا الشكل كده واروح جاي عند البيز واقول له خلوني بيفنت، التوب بتاعي يبقى توب روف. طيب حلو قوي، لغايه كده كويس. البيز اوفست والتوب اوفست، الحاجات دي انا عايز اعيد نعيدها تاني. يعني انا لو جيت عند الفرونت كده وجيت هنا اهو ورحت قلت له دبل كليك بهذا الشكل وعملت كده اهو، لغايه كده كويس. هاخد ده كده اهو معلش، وبعد كده ده معمول له جراوند فلور، واقول له ايه؟ البيفت ابلاي. خلاص خلاص النقطة المهمة بقى، هاخد العمود ده واعمله سيلكت كده، ماشي؟ تمام. البيز اوفست والتوب اوفست احنا شرحناها قبل كده، وهقولها بسرعة علشان هنحتاجها بعد كده لما نشرح الكولم بتاع السلاندد. يعني انا كده عندي هنا اهو، وجيت قلت له كولم، كولم ستراكشر، هلاقي فيه نوعين من الكولم. في نوعين ايه من الكولم؟ اللي احنا شغالين عليه ده اللي هو الايه؟ الفيرتيكال. اللي احنا شغالين عليه ايه؟ اللي هو فيرتيكال. ولو تلاحظ انت لما بتقول ستراكشر وبتيجي عند الفيرتيكال، العمود بيبقى ان اكتف. ان اكتف ليه؟ لان انت واقف في الفرونت، انت واقف ايه؟ في الفرونت. لكن سلانتد الكولم اللي هي العمدان المايله، العمدان ايه؟ المايله زي الستيل كده. لغايه كده كويس؟ لو جيت عند الجراوند فلور كده اهو بهذا الشكل، وحبيت هحط عمود هنا مثلا في اي حته، هقول له كولم وبعدين ستراكشر كولم، هلاقي الفيرتيكال اصبح ايه؟ اصبح كولم. يبقى الفيرتيكال كولم بيبقى اكتف بس فين؟ في البلان. لكن في الاليفيشن ما بيبقاش اكتف، بيبقى اكتف. او سلاندنج، قلنا سلاندنج لما يكون العمود ايه؟ مايل. لغايه كده كويس؟ جيت عند الفرونت واخدت كده ورحت قلت له فرونت فيو وعملت كده اهو، وجيت قلت له كولم، قلت له كولم ستراكشر، هبص الاقي الفيرتيكال ايه؟ كولم. يبقى احنا عندنا ايه؟ طريقتين في رسم العمود، يا اما فيرتيكال كولم يا اما سلاندد كولم اللي هي العمدان المايل. طب نرجع تاني بقى للكولم اللي احنا رسمناه ده، حطيناه ماشي، وبعد كده قلنا التوب البيز اوفست. البيز اوفست هنا زيرو. باختصار كلمة بيز اوفست لما اقول زيرو يعني حطولي في الليفل اللي موجود فيه. بمعنى انا جيت قلت ايه؟ البيز مثلا منين؟ من البيف، تمام؟ خلاص؟ يبقى وجيت هنا قلت له زيرو، يبقى هو هيحطيه على البيف. لو انا حطيت فاليو هنا يبقى هو هيكسر شرط الايه؟ البيز. هيكسر شرط الايه؟ البيز. يعني انا جيت قلت له كده وخدت قلت له ايه؟ متر على بعد متر. ايه اللي حصل للعمود؟ العمود طلع لغايه فوق على بعد متر.
كده كويس، رغم ان انا قلت له بنزل. عشان كده انت تتاكد لما تيجي تحط البيز ليفل والتوب ليفل، لازم تتاكد ان البيز اوفست والتوب اوفست يكونوا القيم بتاعتهم زيرو، لانهم لو ليهم قيم القيم دي هتتخطى الايه الليفل، هتتخطى الليفل. تمام، جيت عملت له قلت له خليها نيجاتيف ماينس 1، قلت له ابلاي، بص عمل ايه، راح نزل تحت. يبقى البيس اوفست اللي هو لما احط قيمه ليه بيطلع او بينزل. نفس الحكايه اهو، برده نفس الحكايه، لو جيت للتوب اوفست وجيت قلت له متر، هو رغم ان انا بقول له ايه توب روف، راح طلع على بار ايه متر. هقول له كنترول زد، رجع تاني زي ما كان. عملت سيلكت لده، يبقى عرفنا البيس اوفست والتوب اوفست. خلاص كولابس تايد ده فيرتيكال، لان هو ايه فيرتيكال الحاجه بتاعتك. طيب موف ويز جريد، ايه الموف ويز جريد؟ الموف ويز جريد اللي هو عايز يقول لك هتحرك الجريد هيمشي معاه، هتحرك. يعني انا عندي ايه هنا، انا عندي ايه هنا، عندي الكولم وعندي الجريد، صح ولا لا؟ جيت عند الـ عند الجراوند اهو، عند جراوند اهو، وجيت رحت جاي كده اهو، ورحت جاي اهو عند الكولم بتاعي اهو، وليكن ده. تمام، الكولم ده مرتبط بالايه، بالايه، بالجريد ده، صح ولا لا؟ ماشي. فانا لما اجي هنا اهو ونزلت تحت وقال لي موف ويز جريد، يعني ايه موف ويز جريد؟ يعني لما تيجي تحرك الجريد ال 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 الكولم يكون معاه لازق فيه، الاتنين يتحركوا مع بعض، هتحرك الاتنين يمشوا مع بعض. تمام، حلو قوي. لكن لما اشيل موف ويز جريد وجيت حركت ده، يبقى الجريد هيتحرك والايه والكولم هيفضل ثابت. ازاي او العكس ازاي؟ تعال الاول نعمل موف ويز جريد. تمام، واخدت ده كده اهو، ورحت عامل، بص بقى، عامل موف للجريد مش للكولم، موف للجريد اهو. ايه اللي حصل؟ الجريد ومش معاه ايه الكولم، كنترول زد اندو. تمام، اخدت الكولم ده ورحت عملت موف لكده، الكولم اتحرك. طب ليه ما اتحركش الجريد بقى؟ ان انا قايل موف ويز جريد، لان هو الارتباط بيكون العمود، الجريد بالعمود وليس العمود بالجريد. كنترول زد، بمعنى ان هو عايز يقول لك موف ويز جريد يعني ايه؟ يعني حركه الجريد ياخد معاها الايه العمود، لكن حركه العمود ما ياخدش معاها الجريد، سواء كان الموف ويز جريد اكتف او ان اكتف. وصلت؟ تمام، يبقى انا كده هعمل كده، وروح اعمل كده اهو، هيروح الاتنين متحركين. كنترول زد. تمام، جيت هنا عملت سيلكت لده، ورحت قلت له ايه موف ويزاوت جريد او من غير جريد هشيلها، وجيت اخدت الجريد ده مش اخدت العمود، حركته هيتحرك لوحده. تمام، كنترول زد. خلاص، يبقى انا ايه، يبقى زي ما قلت لك، يبقى موف ويز جريد وايه وموف ويزاوت جريد، موف ويز جريد وموف ويزاوت ايه جريد. ده علشان تبقى عارف الايه الدنيا ماشيه ازاي. دي نقطه مهمه جدا. ايه هي؟ انا عندي جيت رحت جاي ده اهو، خلي بالك بقى من النقطه دي، انا عامل سيلكت للموف، انا قلت ايه موف ويز جريد وموف ويز اوت جريد، يبقى انا لما اخد ده كده واروح بحركه كده هيتحرك معاه، علشان الموف ويز جريد معمول له ايه، معمول له ساين او ايه او تشيك. قلت له موف ويزاوت جريد، يبقى هيتحرك ايه، هيتحرك الجريد ماشي، لكن العمود هيفضل ثابت مكانه، صح ولا لا؟ هنا عشان عامل ويز ايه ويز جريد. تمام، لازم اعمل سيلكت للايه لل بتاع كده، قلت له ويزاوت، رحت عامل بهذا الشكل وعملت كده، هي ايه حرك لوحده. ده موف ويز جريد. تعال نربط ده بقى بحاجه اسمها البين، حاجه اسمها ايه البين. البين ده، البين ده انا كنت عملت للعمود ده وقلت له اعملوا لي بين، اعملوا لي ايه بين، وكنت قلت له العمود ده ها
اعمل لي موف. بص مش هيتحرك، مش هيتحرك ليه؟ مش هيتحرك ليه؟ لان انت عامل بين. تمام اهو، خدت ده كده اهو ماشي، وقلت له موف، انا عمال احرك فيه مش هيتحرك، مش هيتحرك. كان نوت موف بينت اليمنت، كان نوت ليه؟ لانه معمول له بين، خلاص معمول له مسمار، معمول له مفتاح. خدت ده ورحت قلت له ايه؟ ان بين، وكده خدت ده وعملت له حركته كده هيتحرك. يبقى عرفنا البين والان بين. تمام، نرجع تاني للعمود كده اهو، ننزل لتحت كده بهذا الشكل. طبعا الاستراكشر ده الماتيريال ده انت بتخش عادي وبنعد الماتيريال براوزر، تروح محدد الايه؟ الماتيريال براوزر اللي احنا وناخد ايه الماتيريال، نحط الماتيريال الى اخره. الاستراكشر ده حديد التسليح الى اخره. يبقى كده احنا ايه؟ فهمنا الدنيا ماشيه ازاي، يبقى عرفنا ازاي بنعمل اد للكولم بتاعنا. طيب هناخد اد كولم تالت. تمام، او هناخد ده مثلا، او اقول له اركتكشر كولم استراكشر كولم، اتاكد ان انا عند الفيرتيكال، اتاكد ان انا ايه عند الفيرتيكال. لو تلاحظ ان الاوبشن بار اتغير صح ولا لا لما اعمله سلاندد، وهنتكلم عليه بعد كده، لقينا الاوبشن بار ايه اتغير، لكن لما اقول له فيرتيكال الاوبشن بار بقى ايه؟ دي اوبشن تاني. حته بقى الروتيت افتر بليسمنت اللي انا قلت لك عليها، لما بعملها شيك يعني ايه؟ يعني بعد ما تعمل لي بيك ها دور لي الايه العمود، اعمل لي روتيت للعمود، اعمل لي روتيت للعمود. يبقى انا لما بعمل بيك كده اهو ماشي اهو، وبعدين عايز اعمل له ايه؟ روتيت. يبقى انا هعمل بيك كده خلاص، بيك من فوق راح اتعمل ايه؟ اوتوماتيك. تمام، جيت اهو وعملت كده ورحت عامل بيك من فوق راح ايه الدور. ليه؟ لان انا قلت له روتيت افتر ايه بليسمنت. لكن لما اشيل جي وعملت كده اهو خلاص، يبقى احط كولم زي ما انا ايه زي ما انا عايز. تمام كده اخدنا الاساسيات بتاعت الاد كولم خلاص. طيب تعالى هنا بقى، انا هاجي هنا اهو وهقول له اد كولم، لغايه كده كويس، هقول له كولم واقول له استراكشر كولم. تمام، في حاجه عندي اسمها ايه؟ اد جريد. ايه اد جريد ده؟ الاد جريد افرض انا عندي، طيب انا دلوقتي قبل ما نقول اد جريد علشان تبقى الصوره واضحه شويه اجيبها بالفلتر احسن. اجيبها ايه بالفلتر؟ هعمل سيلكت كده اهو واجي عند الفلتر كده هلاقي كل الحاجه، اقول له شيك كده، وبعد كده هاجي عند الول، ادي الول واقول له اوكي، يبقى اختار لي ايه الول كله. وبعد كده هقول له كده واقول له هايت ايه element، راح شال لي كل الايه كل الول لغايه كده كويس. نشيل كمان الدايمنشن، هنعمل كده اهو نقول له فلتر، نقول له شيك كده، وبعد هشيل الدور واشيل الدور تاج ماشي، او اقول له شيك اول شيك نان اسف، وبعد كده الدايمنشن والدور تاج والدور والاليفيشن والفلور. تمام، والجينيريك انوتيشن، خلي الجريد ده مهم جدا، والستراكشر كولم خليه، والويندو برضو نفس الحكايه ويندو تيك. تمام، ونقول له ايه ابلاي، ونقول له ايه اوكي، بعدين نيجي هنا ونقول له هايد ايه element. بس ده اللي انا عايزه. تمام، عملت الهايد كله ما عدا الكريت. تعالى بقى نحط كولم. هنيجي هنا عند الكولم، والكولم حاجه عند الاستراكشر، والاستراكشر هقول له ايه؟ كولم استراكشر، وحاجه هنا عند الاد جريد. الاد جريد بقى لما ادوس عليه، اد جريد اللي هو ايه؟ اد جريد قال لك، اد جريد قال لك ان انت لما تعمل سيلكت للاكسس كلها على كل تقاطع اكسس انترسكشن هيتحط عمود. كل تقاطع اكسس
هتحط ايه؟ عمود. ازاي؟ حاجة اعمل كده ورحت واخد ده كله تمام، وعملت له سيلكت ويندو وقلت له ايه؟ فينيش. قرب بقى كده سكيب مرتين، قرب هتلاقي ايه؟ كل تقاطع حط فيه ايه؟ عمود. كل تقاطع حاطط فيه ايه؟ عمود. تمام، كنترول زد. جيت تاني قلت له كولا، وبعدين قلت له ستراكشر كولا، وبعدين جيت من هنا اهو او اد جريد، وبعدين جيت من هنا ورحت عامل سيلكت لده كله، راح حط لي ايه؟ الامداد كلها. وبعدين قلت له ايه؟ قلت له فينيش، قلت له سكيب مرتين، راح حط لي العمود. تمام، يبقى هو حط العمود بناء على ايه؟ بناء على الاوبشن بار اللي انا حطيته، يعني كنترول زد. انا متاكد ان انا ايه؟ ان احنا حاطينه في الليفل بتاعنا، يعني اهو كولم ستراكشر كولم اد كولم. تمام، ورحت جاي وعملت ايه؟ سيلكشن لده. تمام، هو حط ايه؟ حط الابدان بناء على التقاطع بتاع الجريد بتاعي كده كويس، ورحت قايل له ايه؟ قايل له فينش. ايه تاني اللي لاحظناه؟ اللي لاحظناه كمان ان انا لما بعمل سيلكت للعمود ده هلاقي اللوكيشن موجود ايه؟ ام 6. يبقى معنى كده ان كل عمود ارى اللوكيشن وضعه فين. جيت هنا وعملت سيلكت لده، ده كام؟ جي 4، يبقى ده جي 4 اهو. يبقى كل عمود ارى الايه؟ ارى اللوكيشن بتاعه. لقيت كده كويس. انا هاجي بعد كده واروح جاي هنا عامل هنا واقول له ريسيت. تمام، تحط الامداد كلها مع بعض، طبعا هشيل اللي انا عايزه ده كل ده واقول له ديليت، انزل تحت شويه اخد ده واروح اقول له ديليت. عايز تخلي عمود هنا اوكي، ده هو برضو نفس الحكايه، هتشيل دولت عشان ده عملنا اختارنا ده، فهناخد ده ونقول له ديليت. بعد كده باخد العمود دوت اهو، بيتحط لي كولم ايه؟ اللوكيشن ايه؟ اتش 1. اجي هنا عند الماركت اروح واخد كل واحد واقول له ايديت واعمل له ايه؟ دوبليكيت. هسميه هنا ايه؟ هسميه كونكريت سوري كولم كولم ماشي، احنا قلنا عليه ايه؟ اتش 1. يبقى انا هقول له ايه؟ اتش 1 ماشي، واروح اقول له ايه؟ اقول له اوكي اوكي. يبقى انا كده ايه سميته ايه؟ كولم اتش 1. يبقى انا لما اجي هنا اهو هلاقي ايه الـ 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 التسميه بتاعته او الكونكريت بتاعه او الاسم بتاعه بقى كولم اتش 1 30x45. لغايه كده كويس، حلو قوي. طيب وبعدين ده لما احب احط له تاج. احنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله لينا بعد كده بعد ما نخلص ان شاء الله السيلينج والكولم والستيرز والريلينج واحنا خدنا الفلور كمان، بعد ما نخلص الحاجات دي كلها والستيرز كمان باذن الله هناخد ان شاء الله او هنشرح ازاي بحط التاج على كل فاميلي موجود. على كل فاميلي ايه موجود ليه؟ لان انا عندي في كل فاميلي ليه تاج مخصوص. ليه ايه؟ تاج مخصوص بالتكست بتاعه المخصوص. التكست ده بيظهر بناء على ايه؟ بناء على الفاميلي اللي انت بتحطه. بمعنى انا هنا ده تمام عايز احط له تاج، ما عنديش مانع، هعمل كده وهقول له زي ما اتعلمنا، هقول له انوتيت. تمام، وبعد كده حاجه اقول له تاج باي كاتيجوري. وبعدين عملت كده هيقول لي there is no tag loaded for structure column do you want to load one now. ليه جاب لك الرساله دي؟ لان انت لسه ما عرفتلوش التاج بتاعه ايه، ما جبتلوش التاج بتاعه. تمام، هو مش شايفه، لازم انت تجيبه من الفاميلي من اللايبرري بتاعك. فهقول له نو، في حين
لو جيت هنا وقلت له انوتيت، قلت له تاج، وجيت هنا اهو ورحت عامل كده برضه نفس الحكايه، تمام؟ لانه ما شافش الايه، ما عملتلوش لود للتاج بتاعك، ما عملتلوش لود للتاج بتاعك. فانا هقول له ايه؟ هقول له يس عشان اجيب التاج بتاعي واحطه جوه الكولم، تمام؟ طيب حاجه عند هنا اقول له ايه؟ انوتيشن. بعدين اروح جاي نازل فين؟ عند التاج، افتح التاج، من عند التاج هروح نازل كده اهو، هروح داخل على ايه؟ على الاستراكشر، تمام؟ لان انا شغال استراكشر، من عند الاستراكشر كده هروح نازل كده اهو وهقول له تاج ايه؟ تاج استراكشر ايه؟ كولم، تاج استراكشر كولم. وبعدين اقول له ايه؟ اوبن. اقول له ايه؟ اوبن. لغايه كده كويس؟ حلو. لما ادوس على تاج اول، ده هنا عشان بيقول لي اذا كنت حسيف ولا لا، تمام؟ وانزل هنا اهو، هبص الاقي نزل لي ايه؟ الاستراكشر كولم تاج. ده ما كانش موجود اصلا، ده ما كانش موجود اصلا. تعال نعمل انتو، تمام؟ يعني حاجه هنا اهو، اقول له كنترول زد، كنترول زد، تمام؟ وبعد جيت قلت له انوتيت، وقلت له تاج باي كاتيجوري، وجيت عملت كده اهو اهو، تمام؟ لغايه كده كويس؟ هو مش شايفه. لما اجي عند الانوتيت وجيت انا قلت له تاج اول، بص هنا، بص هنا، دور تاج، روب تاج، ستراكشر فريمنج تاج، هل في كولم؟ مفيش كولم، صح ولا لا؟ طب انا عايز اجيب الايه؟ التاج بتاعي بتاع الكولم. يبقى انا المفروض ان انا اعمل، يبقى انا بقول له تاج، تمام؟ تاج باي كاتيجوري، يعني رجعت كده تاني وقلت له عفوا في الانوتيت، اسف، وبعدين تاج باي كاتيجوري، وبعدين عملت هنا اهو قلت له كده، هيديني الرساله دي لان هو مش شايفه، لان احنا قلنا التاج مش موجود ايه؟ التاج بتاع الكولم كولم. فقلت له يس. فمن عند هنا هقول له انوتيشن، ومن عند الانوتيشن هروح اقول له ايه؟ هقول له تاج، ومن عند التاج هقول له ايه؟ ستراكشر، ومن عند الستراكشر هقول له ستراكشر ايه؟ ستراكشر كولم تاج اهو، تمام؟ واقول له اوبن، تمام؟ تعالى بقى شوف تاج اول، هبص الاقي الستراكشر كولم راح نزل لي فين؟ نزل لي هنا، اوكي؟ طيب تعالى نرجع تاني نقول له تاج اول، ونيجي هنا ونعمل ده كده، هبص الاقي كتبوا لي هنا ايه؟ 30 في 450. طب تعالى نشوف ده اهو، حلو قوي كده، تمام؟ طب انهي العمود اللي احنا عملنا له دوبليكيت؟ ده؟ لا ده؟ لا، في احنا ناخد واحد كده، ده مثلا ايه؟ A1، تمام؟ هروح واخده كده اهو وهقول له ايديت واقول له ايه؟ دوبليكيت، تمام؟ سوري، ده كام عشان نحفظه؟ A1. يبقى انا هقول له ايديت واقول له دوبليكيت، واروح جاي هنا واقول له ايه؟ اقول له كولم، ماشي، A1، تمام؟ واقول له اوكي، واقول له اوكي، خلاص. تعالى بقى هات التاج كده اركتكشر، وبعدين هنيجي عند الانوتيت، من الانوتيت هقول له تاج، واجي هنا اروح مقرب هنا اهو، راح حط لي ايه؟ كولم A1 3. ليه؟ عشان انا عملت له دوبليكيت. تعالى ناخد ده، ده هيبقى ايه؟ البي 1. جيت عملت له كده اهو، مكتوب كده اهو، قلت له كنترول زد، تمام؟ واخدت ده، سوري، كنترول زد، كنترول اسكيب مرتين، تمام؟ هقول له ريدو عشان ده، واخدت ده، وبعد كده رحت قلت له ايه؟ اديت. ده ايه؟ ده بي 2، بي 1 برضه. وجيت قلت له اديت، قلت له دوبليكيت، وبعدين قلت له كولم بي 2، خلاص؟ ورحت قلت له اوكي، اوكي. وبعدين جيت هنا اهو ورحت جاي كده اهو قلت له ايه؟ انوتيت، ومن انوتيت قلت له تاج، وعملت له كده، راح كتب لي ايه؟ كولم بي 2. يبقى هو كتب الكلام ده بناء على ايه؟
بناء على الفاميلي الجديد اللي انت عملت له ايه دوبليكيت. لكن ما عملتش دوبليكيت خدت ده هيديك التاج ايه 30 في 45 بس، طالما انت عرفت له ونزلت له التاج بتاعك جوه التاج اول، يعني نزلت له هنا التاج اول ورحت حطيت له هنا اهوت، فهو هيشوف ده ايه كولم. الكولم ده مسمى اسمه ايه 30 في 45 بس، فجينا هنا اهو ورحنا عملنا كده سمى 45 واحد زي ده، وجيت اخدت ده كده اهو وعايز اعمل له تاج، طب ده احنا عاملين له دوبليكيت، فهيقرا بناء على ايه على الدوبليكيت اللي انت عملته، فهتيجي عند التاج كاتيجوري وتعمل كده هتبص تلاقيه معمول له ايه كولم A1 بناء على الدوبليكيت اللي انت عملته. بتيجي كده اهو تروح نازل بتيجي كده وتروح عامل سيلكت ده، تنزل لتحت كده اهو بتحط المارك بتاعك، طبعا هنا الايمج الكومنت بتاعك انت هتقول له هنا ايه ده اللي هو A1، يبقى انت هتقول له ايه تقول له تقول له ابلاي خلاص تمام كمارك عشان يتحط عندك في السكادجول بعد كده. كده تقريبا احنا خلصنا الكولم ازاي بنعمل انسرت للكولم. في حاجه كمان، ايه هي؟ افرض انا عايز احط ستيل، عايز احط ستيل تمام، ونشوف علاقة الكولم بالستيل. بمعنى انا جيت هنا ورحت جاي هنا ورحت جاي عند اركيتكشر، والاركيتكشر قلت له كولم، وبعدين من الكولم قلت له استراكشر، وبعدين جيت عند الاستراكشر قلت له نوت فاميلي، فجيت عند الاستراكشر بتاعي هنا ورحت نازل هنا عند الاستراكشر ده، وجيت رحت قلت له انا عايز كولم، الكولم عايزه ايه؟ عايزه ستيل. الستيل هتاخد انهي ده ياخد حاجه كده اهو حاجه زي كده تمام، وبعدين نقول له ايه اوكي ناخد اي حاجه ونروح عامل له بهذا الشكل، ونروح نازلين بيه فين؟ نازلين بيه هذا الشكل تمام. وبرده نفس الحكايه، عايز تعمل له روتيت افتر بليسنج ولا لا؟ لما انا اعمل كده اهو هبص الاقي الايه الكولم عندي فين. انا لما جيت كده اجي كده اهو ده انا عامل له ديليت ملوش اي لازمه اهو تمام، ده الستيل بتاعي اخدت ده وجيت هنا اهو طلعت لغايه فوق، ده جراوند فلور انا عملته بتوب، اللي انا خليه مثلا لغايه ايه الليفل 2 مثلا يعني اهو خلاص. وبعدين جيت عند ال جراوند فلور تمام، افرض عايز اغطي الكولم بقى الكولم اللي هو الاركيتكشر دوت، ان انا لما بقول له لوت وبعدين اجي هنا اهو واروح جاي كده اهو وقلت له كولم، واخد واحد زي ده مثلا لان ده مش ستراكشر ونغطيه بيه وهقول له اوبن خلاص اتحط هنا، اروح ايه بغطيه هنا اهو واقول له سكيب مرتين اعمل تاني بهذا الشكل، هبص الاقي ان انا غطيت العمود الستيل وحطيت عليه معمود كاركتكشر معمود لغايه كده كويس. فاضل ايه؟ يبقى احنا كده خلصنا ازاي بنعمل اد للكولم بتاعي وازاي بحطها وعلاقه الموف ويز جريت. ان شاء الله المره الجايه هنكمل الاد كولم باذن الله، وهنكمل السلاندد ازاي انت بتعمل سلاندد للكولم، ازاي بتحط كولم مايل وازاي انت بتحركه وبتعمل له كونكشن والبروبرتيز والخصائص بتاعت سلاندد كولم باذن الله المره الجايه.